فرحة تمر بقلبي وانا خايف الدنيا تعيد قولي احكي ولا اخبي ولا وصف الكل سعيد افلح من الدنيا انا لي ولا بغير انت حناشة تاني اول مرة اول فرحة يا عم افرق بناحية لا انت مش قلت لك اقف في اليمك دي ايه اللي جابك في اليمك اللي هنا ها انت عجوت لسه وتقعد تقول لي يحيى كل شويه اقف في اليمك الثانيه حاضر بعدين انت خلي عندك شويه ذكاوه يعني انت تشوفني تبحلق في عينيا او ما بحلق في عينيا تعرف اني حارب الزين تروح جاي اليمك الثانيه على طول صح قول له ليه؟ صح. يعني بحلق كده؟ اهو انا عارف فين دلوقتي؟ هترمي هنا لا بص شفت بقى انت الغبز يا تخلص يا انت هتقعد تقطعني بالطماطم طول اليوم ولا ايه؟ امسك وزادي كده امسك يا حبيبي انا بعلمك صنعه هتاكل منها الذهب يلا امسك اهو مش كفايه دول يا لمبي ده مش استرجل يا مش استرجل ايه يعني لما راح لك صباع ما عندك تسع ما اروح في الخير اللي قبلها يا لمبي انت بطلتك تاني يد ولا بتبرع فيا تاني يد؟ ما اقدرش الم وكل شويه لك حبولها تقول ما اقدرش الم وبولها برضك هو حسك عينك حنك اصبعك يفتح اوعى انت تفكر في حاجه تانية افلح وملد الدنيا انا ليه الحق يا لمبي الحق يا لمبي ابوك بيموت يا لمبي ابويا انا ايوه يا لمبي ابوك بيموت ما عنديش يد يا ابن الكذاب انت انا بقول لك اهو يا لمبي ابويا بس يا ابويا يا رجاله يا رجاله هريس ابو الليث بيموت يا رجاله يلا في داهيه ده قاعد يهرينا سلف لغايه لما خرب بيوتنا يعني ايه يا معلمين هنسيب هريسها كده يتفلسع بامان من الدنيا من غير ما يقول لنا على مكان الكنز ولا الذهب ولا الكيس النفيس اللي عشمنا بيه السنين دي كلها احنا نروح كده كلنا برابطه المعلم هضبه ونكتم على نفسه لحد ما يقر لنا الكنز فين الله هتكتم على نفسه وهتعمل فيه ايه تاني ده بيموت يا بهيم ها امال هنعمله ايه يا معلم اهدى يا ابني الله يسترك اهدى مفيش غير حل واحد ايه هو؟ ابنه ضناه هو الوحيد اللي هيقرله على مكان الكنز والذهب مين بقى؟ اللمبي مين اللي المفروض نراقبه من غير ما يحس بينا ولا يشعر بينا؟ اللمبي مين اللي لو قاوح ورانا ولا علينا نضايقه ونكسر رقبته وناخد منه كنز؟ اللمبي يبقى يلا بينا يا رجاله يا معلم الله يخرب بيوتكم على هريسة وهو بيقول لابنه على مكان الكنز يا بقايم صح يا معلم وسع أبويا 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 عارف أبويا أبوك بيموت يا لمبي عارف أبوك بيموت يا لمبي أبويا أبوك بيموت يا لمبي أنا عارف بيموت يا لمبي لا لا كل يومين كده وفضايح في قلب المنطقه وابوك مات وابوك ما ماتش وعامل لي دربكه في قلب المنطقه ليه كده؟ انبوبه 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 طب خلاص اثبت بس انا عايز اقاوم قاوم ونازع وبولع اوعى تموت بولع يابا ها؟ عايزك تاخد نفس عليك وخش في الشدادان واحد اتنين تلاته شد يلا شد يلا هي يابا طالما بتحرق كده يبقى انت عينيك ملتهبه غاز بتشممني غاز مش احسن ما نصدره انت ولا بيه بتشممني غاز مدعم عاوز هوا اكسجين اكسجين الانبوبه التانيه دي يعني اكسجين حاضر اهو متوتر انا اصلي
ابويا بيموت كذا مره فمش عارف انا الصح فيه. انت بتموت في شارع الهرم ولا ايه؟ ايه يا بابا عيب اللي بتعمله معايا ده بقى وفي الحاره والجرس دي بقى؟ لمبي ايوه عاوز اقول لك على السر. السيرك؟ السر سر الكنز. كنز؟ ساعة ولا سخنة؟ مش وقت هزار دلوقتي. ايوه ودنك. اشمعنى؟ وده وقت تاريخ دلوقتي. لا وقت راسي يابا. عاوز اقول لك على سر الكنز اللي تمتلكه العيلة واللي الدنيا كلها بتدور عليه ومش هتلاقي مكانه. ولا بد انك بتموت ولا حاجه، كل دي كلها طلعه في الاشاعات كلها. قول لي حدود الساعه كام عشان اخلص؟ عندي مصلحه، لو في تاخير قول لي عشان ابقى في قرش جاي سبوبه. اتفضل ادي ودني. قول كان الكنز فين يا لمبي؟ يبقى انتوا اللي كلمنا عليك وقال لازم يسدد الحاجات. احنا اخواته. تعالى يا حبيبي اتفضل خش. الله يرحمه الله يرحمه. ربنا يخليك يا حبيبي. قال لك الكنز يا حبيبي يلا جوه على طول يلا. ايوه بسوسة خليك معايا يا بنت. ايوه بسوسة الديانة بيجروا ورايا. ايه؟ اه ده انت عشان عرفت مكان الكون. طب لا ما تقلقيش ما تقلقيش. ايوه ما تقلقيش. انت فين بقى دلوقتي؟ ايه؟ فين؟ اسكت يا عم الحاج. ايه يا عم الحاج؟ اسكت انت بتقفل ولا بتشتلع ولا ايه؟ اه يا بقى انت كده طلبات المعلمين. هو انت مفكر هتهرب مننا؟ طب هتروح فين يا لمبي؟ احنا لينا في كل خراب عفريت وفي كل شقه تعبان. يا لمبي يا ابن الحلال بدل قطعه النفس ديت قول لنا الكنز فين. اه ناخد حقنا ومستحقاتنا ونسيبك لسباق الجري اللي انت عايش فيه ده. ويا دار ما دخلك عو يا عم. عو ايه وبخ ايه ونو ايه؟ الله كنز ومش كنز. انت بتصدقوا التخريب بتاع ابويا ده؟ راجل بكل شويه طلع ان هو مات وما بيموتش. ده مش احتمال يكون موجود الوقت فوق وتلاقيه صاحي. نعم امال كنتوا بترغوا في ايه ده كله؟ كان بيقول على مكان الكنز. الكنز؟ ايه شوفوا انتوا؟ شفتوا انتوا؟ انتوا ناس بدلين لان انتوا كل اللي يهموكوا الذهب والسلاسل والجواهر. انما بني ادم زي ابويا لحم ودم وكوارع خلاص ولا يروح فيها في 60 داعية. يا لمبي انا مش عايز اذيك. لا فرجنا هتأذيني ازاي يا عم الحاج؟ ده ما خدوش الناس اللي يأذي اللمبي. يا اما الارض شدت ويا اما البطن جابت يا عم الحاج. يا لمبي انا روحي بقت في مناخيري. نف على جنب يا عم الحاج وخرج روحك وريحنا. ولا شغل الاستهبال وسايب وقع مني وابراهيم السلق ده ما ياكلش معايا. ما ده اللي ياكل. تحب تاكل لوحدك يعني ولا ايه؟ انا من اللحظة ديت كان طاري مع ابوه بس يا لمبي. اللي نصب علينا وكان كل يوم يجي لنا بحدوته شيك واحنا نمد ايدينا في جيوبنا ونديله بمزاجنا. دور عليك بقى. اه قول يلا. اه اللي عايشنا في الوهم سنين طويله على قصه الكنز ده والجنيهات اللي هترجع ميات والالوف اللي هترجع ملايين ولا شفنا لا كنز ولا دياول. بقولك ايه يا عم الحاج؟ انا ملوش فيه. حلو كده من الاخر؟ الليمبي ملوش فيه. اللي ليه حاجه عند ابويا هريسه يتفضل دلوقتي ويروح محترم على بيت هريسه وياخدها منه. يعني ده اخر كلام عندك يا لمبي؟ ايوه هو اخر كلام. ايه اغشك في وشك يعني واديك قرد ما بينطش ولو ليك الشوق هوب فوق. ها جاي ولا الدور الجاي يا عم الحاج؟ ها
اللي مش عاجبه كلام على سن مضوطة هنا وألفه طنورة وتفضل ينيلك وينيل موعدك يا لمبي مفرهدني بسبوسة لمبي هتبوسة بسرعة كده يا ودي احنا في الحتة يا بنت هتبوسة يا بنت ده خلاصي مجنون ومبوط في جنانه ايه مستنظر ايه مش عارف كان في حاجة بقى ده يانا بيجروا ورانا يا بنت يلا اجري بسرعة يا بنت يا بسبوسة يلا بسبوسة خرابي طيب انت خلاص مش قادر ند شوية يا بنت مش عارف يا بنت سيك نفسك خلاص بقى انا فرحت انا مش عارفه واحنا مدجين ايه ايه يا بنت انا بنجري ليه هنكون بنعمل لايت لايت ابويا مات يا بسبوسه عندك هريسه خلاص بح ما بقاش في منه الامامه عندي هريسه يا لهوي يا لهوي يا لهوي خلاص ايه خلاص ليه يا بنت صوتك يبقى في السايلنت السايلنت ده ازاي سايلنت يعني ساكت خارج ده تاكل عتبه عارف ايه اللي حببني فيك؟ ايه علامه امال ايه يا بنت؟ لازم فضلت امال ايه اللي خلاني فضلت مصمم ان انا اكمل علامه؟ مش قادر ابقى مشبوخ في نفسي كده يا عسله نيله هو احنا في حاجه بننساها كل مره انت يانا يا لمبي انت يانا تعالى يا بنت تعالى اجري يا بنت تعالى يا بص بص ايه شكلنا هربنا منهم مفيش حد؟ انا مفيش حد اكيد ايوه بنت ما تقلقيش تقلقيش ان شاء الله بس انا خايف ابويا يكونوا سرقوا ولا حاجه ان شاء الله اهو ولادي يا لهوي هو اللي عامل كده ليه؟ يا بنت ما تخضنيش وما تصرخيش ما تبوظيش الدنيا يا بنت خدي خايفه ما خايفه من ايه ده رجل ابويا وبعدين هو عامل لي علامه ها يقول لي فين تجاه الكنز ماشي انا اروح اعرف ايه هتعمل ايه يا لمبي؟ بص هتعطيك بالدماغ خلاص خش ايه يا بسبوسه خش خايفه خش خش ايه ده يا بنت استنى يعني هعرقد بوافره استنى شويه اهو ايه اهو ده انا بص هحمك بميه الدهب وهنشفك بالحرير في حرير وانا خلاص انا هفجر بعد كده وهديها كل يوم فول بوطه وكده اسكندراني والله ايه في حاجه بتشيل الخلي خايفه يفرقع يا بنت فرقع ايه ده ايه ايه دي ايه يا بنت في حاجه جوه بنت الشيخ ايه ده مدي كده ايه ده؟ ايه دي؟ ده حجاب ده ولا ايه؟ طب اقرا كده اقرا ايه ده؟ ايه ده؟ انت؟ انت بتستعي عليا ما انت عارف اني معرفش ده عشان انا بوريك الثقافة ان انا نازل في المستوى قد ايه يا بنت؟ طب اقرا ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه هتعرف ايه دي؟ اه ايه دي برضو؟ اه هتعرف مكان طريف طريف؟ ايه تعريف دي؟ هتعرف مكان طريق طريق ايوه مكان طريق الكنز من اتجاه رجلي ناحيه المدفن والنبي يا لمبي شكل ابوك ده بيميز عليك لا في لا كنز ولا كنز في كنز ولا كنز؟ اه والنبي دي شكل واحده هتجوزها دي يا بنت ابويا عارف هو بيقول ايه وبعدين ادينا ورا باب الكداب لحد باب المدفن مش كده ولا ايه؟ بقول لك صحيح وانت ابوك مش حنوتي؟ هتصدق ابويا حنوتي؟ انت لسه فاكر الوقت ان هو حنوتي؟ لا انت ذكرتني ذكرتك يا بنت ما يكونش ابوك حنوت لو النعمة حنوت اه اوعي حنوت انت عارفة انا ما اقدرش انسب اقل من حنوتي عسل يا نيل بقول لك مش ابوك هو حنوتي وعنده رجالة؟ اه فضلت هو يجيب لنا اتنين عتاولة اللي عنده دول ويروح واخدينه لافحنه ونروح ندفنه ويا باب ما دخلك دارك ماشي ده ما فيش اكتر من رجالة عند ابويا
ومالك يا بنت اللي كده يا عم بعينك مفجئة؟ عشان رجالة. رجالة انك خلاص بقت مفجحة. انا ايه يعني يا جماعة؟ انت عسل يا نيلة. البنت المصر عايزة ارقش بقك ده الوقت كده. سيد ابوك ميت. اكله ميموت اللي عمله ايه؟ هو اللي جاي بتوقيت غلط. مالك انتي؟ لو كان عليا عايزة احذف في المنور. بس عشان سالت الفحم بقى ما ينفعش الراحة دي. صوتك. طب جيبي بصة في الحاجب ولا في الغلط. الله ما تفوتوا يا جدعان. ايه الشغلانه انتوا شايلين فيل ولا ايه؟ ايه يا بسبوس؟ ايه؟ امال ابويا والرجاله والعتاوله ايه اللي حصل؟ اقطع دراع من عند بقي لما كانوا دول جوز ميتين وخارجين يوجبوا مع ابوكي. كتر خير ابويا ان عمل معانا اللقطه دي. لقطه؟ ما بص اللقطه ايه ما شاء الله؟ سيجارتين سوبر ماشيين شايلين جثه هريسه. وطي صوتك لا يسمعوك. هيسمعوني ليه يعني؟ اللي بيسمع ده يكون في روح في قلب الجسد، انما بص دول متوفيين. والله بقى ده اللي ابويا قدر عليه، وبدل النقوره دي ما كنت تجيب الجلابه من عندك يا لمبي، واحسن من ما فيش. احسن من ما فيش؟ اه. هم دول بقى قبل ما فيش بهبابه. وبعدين بدل ما توجبي مع حبيبك اللمبي نور عينك وكليتك يا بنت. يعني اعمل ايه؟ نور عينك صوتين حياني كده عشان ابويا. ابويا مات يا عبدوس. طيب حاضر. يا بنت مات من المصحف ده انا زعلان قوي. ياه ايوه كمان واحده يلا. ياه واحده بقى طلع فوق شويه عشان الناس المنطقه. ياه ايوه زغرتي بقى. بنطفي كبت النصر. يا واد احنا حنت من ابوك. انا نوحي يبقى من ميت يعني ايه اللي حصل؟ احنا حن البيت في الحفره ونيجي. عم الله يا نهار اسود. والنبي يا ريت المراحيض يخلوا بالهم من المرحوم. يا دي الليله الزرقاء. انا مش عارف الحقيقه هيروحوا فين دول. ارفع يا عم الحاج. وطي صوتك يا لبي. وطي صوتي ايه؟ عارفه ده بسبوسه؟ عارفه لو احنا ناخد لنا مدفن؟ ها؟ لما ناخد لو خدنا مدفن فلو انا وانت خدنا مدفن هنا ها؟ يلا امشي مش عادل بقى مش عادل بقى مش عادل بقى ده انت رخم قوي انت واللي جايبينك يا لبي ابوك لسه ميت يا بنت ميت ايه؟ من هنا تعال تعال من هنا من هنا على مهلك على مهلك اطلع اطلع فوق اطلع يا عم اطلع يا عم انت شايل واحد بتنوره ما تطلع لفوق اطلع عذبه جامد عشان خاطر ما قالش مكان الكنز فين يا رب لو ما عرفش الكنز ايه يا ست الكل مش نقبض احنا بقى عشان نخلع ونشوف اللي ورانا ما تصبر يا اخويا انت وهو مش صاربعين على ايه الراجل ابوه مات هيترحم عليه ويدعي له ويديكوا حسابكم بس ده طول قوي كل ده بيقرا الفاتحه طب استنوا يا رب تتعذب لو ما قتل الكنز مكانه مش يا لم ايه يا بنت ايه يا بنت في ايه انا فزعتني ان قلت في جثه قفشتني تحت يقطعني عايزك تراضي رجاله بس كده عينيا شكلين رجاله قوي انا شكلين قوي شكلين قوي خلاص كده مرضيين هم مرضيين ايه يا لمبي اديهم فلوسهم الله فلوسهم انا مش فاهم اتنين ميتين زيكم هيعملوا ايه بالفلوس يا عم ايه اللي انت بتقوله ده ايه اللي بقوله ده انتوا جايين هنا ليه اصلا جايين عشان نتحاسب تتحاسبوا طب وانا منعكم بحاجه ما تنزلوا التربه ينزلوا تتحاسبوا جاي ايه يا لمبي ما تديهم اجر دفن ابوك انا جاي بنت انت بتتجنن كده ليه عشان تبع ابوك ولا ايه ما تديهم فلوسهم هديهم نيله فلوسهم خلاص الله هذا معاك فكت معاك 10 ولا 5 ولا اي حاجه اه انا معايا فكت 10 جنيه 10 جنيه على بعضتها وريني كده هذا ال 10 جنيه وانت معاك كمان فلوس انا معايا 5 5 ده انت دافع 10 وهو 10 ماشي استنى نحط ايدينا ده احنا ما لين بياكل حق حد ده هي خلاص يعني عبيط انا اتفضل يا عم 10 جنيه حلوه وانت 5 جنيه ايه ده ايه ده اشمعنى هو 10 وانا 5 يا لمبي بس لما ماشي يا عم انا خد يا عم ده 5 كمان اهو كده مرضيين وصباح الفل ولا ايه مرضيين وتمام وزي الفل يا الفل ما كنتش حق حد يلا بالسلامه كملوا بقيه حساب انت يلا الف سلامه ميتين من الاخرج هنا هيضحكوا على لمبي وانا عبيط ولا ايه بقول لك ايه يا لمبي ايه ما تيجي تسيبك من حكايه الكنز ونعيش زي ما خليق ربنا يا بنت ما احنا رايحين نعيش اهو لو قعدنا هنا اللي هنموت وبعدين ابويا هريسه اللي هو حماكي ساب لي الكنز ده عشان خاطر ما بقاش خدام زيه زي بقيت جدود جدود جدوده اما كلهم كانوا بقوا خدامين ايه الكلام ده يا لمبي مش متعوده عليك تقول كلام يائس وجواه غامق لا لا بسبوسه
مش كلها ان انا اللي يائس وغامق من جوه. الويقع هو اللي غامق ويائس من جوه. الحياه في الابسوليوت اللي كلها زي الموت بالظبط. الموت هو الحقيقه والويقع الابسوليوت للبني ادم في وسط الدنيا الزهوبه. جاي يا لمبي انت سايبني وبتكلم نفسك. يا بنت بكلم نفسي بقى انا عايش وعامل فيها عبد الحليم حافظ وانت زلطه قاعده جنبي؟ يا بنت الخيال ده عيشيه معايا بدل ما انت واقفه في الضلمه كده. بلا خيال بلا بتاع. هنعمل ايه في القدس؟ هنعمل ايه في ايه؟ في القدس. في القدس؟ اه. هنعمل ايه في القدس؟ بالذمه يعني دي خلقه يعني ولا بق يتقال الكلمه دي كده؟ ماله بقي؟ ماله بقي؟ انت بتتجنن فيا يا بنت ولا ايه؟ ايه يا لمبي انت هتمد ايدك عليا ولا ايه؟ يا بنت اوديك بالدماغ كمان يا بنت بين نفسك واحسن بدار ايدك اتصل لك في سنانك. راشي سخن ودمه فايش. لما الفاضي ده. طب هنعمل ايه يا سيدي رجاله؟ ما تجيبي بوسه بقى. بس يا لمبي في ميتين. يا بنت جيبي بوسه في القبور دي كده. يا لمبي. تفك الصدور. تعالى عايز. هنروح فين؟ المفروض ننزل تحت نعرف بقيه السر من عم كريسه. اه لو كده بقى سيبها لي تعالى ورايا. طبعا ما انت ابوك شيخ الميتين. عارف. بس خلي بالك وانت نازله. تعالى بس انت اللي خلي بالك انت ايه يا لمبي بالراحه. ما تخبي ما تنزل بقى هنزل. هتنزل؟ ايوه يا بنت نازله. طبعا انت واخده على الحكايه دي ابوك السفير الاموات. يا بنت بالراحه انت محسنين داخله بيتكم بسرعه شويه يا لب. الله صدق يا لمبي تربه ابوك شرحه. شرحه؟ اه صدق فعلا شرحه. اخدها لك سكن جديد يا بنت ده مدفن. مدعي من نواته. ايه انت جاي تتفني ولا ايه؟ جاي يا لمبي انت خايف ولا ايه؟ لا لو خايف تقولي من دلوقتي هنا. انا لو خايف تقولي من دلوقتي مش اللمبي يا بنت اللي اتهدت ولا اي حاجه ده انا اتبحك انا واتفنك في قلب المدفن. عارف ايه اللي حببني فيك بردك يا عسله؟ ايه؟ انك واد حمله. امال ايه؟ امال ايه الحمله ده انا طول عمري مصمم ان انا ابقى حمله. الله. الله في حاجه احنا بنجري من ايه؟ يه. ابوك يا لمبي. اه ابويا. يلا خش. اه ايه؟ طب بص عشان خاطر ان يعني احنا ما ينفعش ان احنا نخبي حاجه على بعضنا صح؟ خير يا حبيبي قول. يعني احنا هنبقى في جواز بيننا وبين بعض كده وفي عيادة وفي خلفه فلازم ابقى صادق معاكي. قول يا راجلي. نخاف قوي. يه يلا خش يا لمبي اللي خايف ومش خايف. نصيبة دي يلا تعالى. دي ايه اللي انت دي؟ الله شفت عامل ايه؟ اهو ابويا رافع رجليه ناحيه الكنز. كنز؟ هنا بالحته دي. بس احنا هنهكت يا قصب ازاي؟ جرب زق كده. ايه؟ مش عارف. اخش في امال وبدماغي بقى. في جديد؟ ايه رايك بقى؟ شديد. حلو دي. تعال يلا تعال عشان نشوف الكنز. يلا خش. خش فين؟ اه هو ضلمه ولا ايه؟ انت لسه خايف ولا ايه يا لمبي؟ انت خايف ايه؟ انا مش شايف بس. طب يلا خش. خش هنا. خش اعمل ايه؟ ايه؟ خش اعمل ايه؟ الباب. الباب ايه؟ ما هو مقفول اهو واضح ان احنا حظنا تعيس. يلا بينا نطلع نسلم نفسنا يا بنت بوسه. نسلم نفسنا؟ انت مش معاك المفتاح؟ مفتاح ايه؟ مفتاح الكنز. يلا بسرعه جايين. اه مفتاح الكنز. انا عن اغنائك المصحف انا مش هستغنى عنك فطول حياتك. دخل في القار بتاعك. قشطه. دخل يا بنت في القار بتاعك. الحقني يا لمبي. يا حبيبتي مظبوطة. الحقني يا لمبي. الحقني يا لمبي. هذا هو انا عارف ادور في اوضه لما هدور في الصحراء. يلا بس انا متفائل. ايوه اكيد هيبقى جد هريسه دوت صاحب محاجر هنا
والورث هيبقى عربيات روري بقى وبندوزر، ويبقى هو ده الكنز. ايوه افتح يا سمسم، افتح يا سمسم، افتح يا سمسم، سمسم ابويا. اسرع ايها العبد الكسول ولا تتلكا، والا قتلتك. ده بنمثله فن هنا اكيد. فجر الاسلام، فجر الاسلام بتصوروا فجر الاسلام. النبي عن النجم، عايز اسالك سؤال كده، وانا اروح منين هنا؟ ايه يا عم، انا بقولك انا عايز اتصور معاك، بقولك انا اروح منين ازاي عند الناس يعني؟ لن يتحدث معك عبدي الا باذني انا الملك. الملك؟ ملك ايه يا عم؟ انت واخده مفروش. كيف تجرؤ، كيف تجرؤ ان تتحدث مع عبدي دون اذني؟ وما زي النساء هذا؟ أمخنث أنت؟ من أي قبيلة أنت؟ اللي من أي قبيلة؟ من عند قبيلة عبيد. مالك يا عم الحاج، أنت اندمجت في الدرعة وكده ليه؟ وبعدين فين الكاميرات اللي أنتوا بتصوروا بيها هنا؟ فين مندمج قوي ومحروق؟ أنا بسأله كلمتين. أنا بقول إذا كان ينفع هو ورد عليا، ينفع مش هينفع، خلاص يا عم الحاج هو حر. حر؟ أتقول على عبدي أنه حر؟ خسرت. ايه ده؟ انت قتلته بجد ولا ايه؟ يا نهار اسود، ده المعاون هيطرقع لك على قفاك. يا للخساره، كان عبدا رائعا، الان سوف اذهب الى السوق كي اشتري عبدا جديدا. هي فين الـ فين الـ فين الكاميرات اللي هنا؟ فين هي؟ فين؟ فين الكاميرا؟ الكاميرات فين؟ خسرت يا مخنث! ده بقولك ايه؟ اصحى بقى يا عم الحاج، وهيحصل معاك الصحيه كده يا عم الحاج. خلي بالك اللي حصل ده. انا بص، اوعى 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 تقف في الارض يا اوعى. ارجع يا ابني، وانت على جبالك كده وروح مزوعك وروح مع قطعك كده. ما هذا السراح السحري الذي ينفتح فينبثق فيتلولخ؟ أرجوك أرجوك لا تقتلني أيها السيد، أرجوك. كاميرات فين؟ خلاص انهض انهض يا ابن المفضوحة. أنا يا ابن خلاص، لقد عفيت عينك. عفوت عني؟ لقد عفنت عينك. عينك أشكرك. فين بقى الكاميرات بقى؟ فين؟ قول يا الله يخرب بيتك، الموضوع ده بجد ولا إيه؟ وبعدين اللبس ده بأنه هيعمل لي مشكلة بروبلم. ولا بدا انت هذا بدا يا قوم يا قوم، هذه اخر قافله ستذهب الى مصر هذا الصيف. هل يريد احد ان يذهب الى مصر؟ هناك مكان لشخص واحد. مع السلامه عليكم. والنبي انا يعني عايز اسال، هي العشوائيات دي متجهه لفين؟ العشوائيات دي متجهه لفين؟ انا عايز اروح مصر. أنا لا أفهم شيئاً مما تقول. أنت أعجمي؟ تحدث العربية. ما عنديش عربية أنا. أنا بقولك عايز 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 أروح، عايز أتكلم بالعربي يعني. عم؟ لقد سمعتك تهلفت بالكلام أن هذه القافلة دي ذهب إلى مصر. هل هذا كلام حسن ولا نجيب أم حسن؟ ولا أنا لا أفهم شيئاً، سواء تحدثت بالعربية أو بالأعجمية. وعلى كل حال هذه هي قافلتي، سوف تتجه إلى مصر، وهي آخر قافلة هذا الصيف، وسوف تصل خلال شهرين أو ثلاثة أشهر. يا ويحي يا ويحي، ثلاثة أشهر؟ ليه؟ والجمل ده كان سيسي سيسي؟ لا أفهم شيئاً. وعلى كل حال سوف نشد الرحال على تلك الجمال. ما أجمل الجمال، يقولون أن الجمل سفينة الصحراء، هل دي حقيقة أم فتنة؟ يا رجل أنت تثرثر كثيرا. يا عم أنا اللي مصرصر، ده أنت اللي ضارب الشريط كله. أنا أريد أن أذهب النهاردة اليوم إلى جدي هريسة قبل ما يتهرس ويموت، عايز أعرف مكان ال ولا بلاش؟ أضحكتني يا رجل. لماذا؟ لأنه من المستحيل أن تصل إلى مصر قبل شهرين، هذا على أقل تقدير.
وهذه هي قافلتي، وسوف تتحرك إلى مصر من الحجاز. الحجاز؟ طب احنا هنا جدنا مصر الجديدة. نعم نعم. ايه ده نعم دي بتاعت انا. مع السلامة عليكم. انتظر يا رجل، انتظر أرجوك. ايه ينقصني فرد واحد لكي أتحرك بهذه القافلة. يا عم بسيطة، يا عم واحد مصر، لا لا عم الحاج معانا واحد مصر الجمل فاضي جوه. لا لا خش خش يا عم شيبوب، الجمل فاضي جوه، خش اركب اهو. خلاص يا عم اي حاجة. ابو غلاس انت امي. إن حالنا يزداد سوءاً يوماً تلو الآخر. أعلم يا عمي هريسة أنني أصبحت عبئاً عليك، فأنت مسؤول عن طعامي وشرابي وكسائي. لا تقولي ذلك يا هندو، فلقد تركك أبوك لي أمانة، ويجب علي أن أرعاك. حفظتك الآلهة يا عمي، ولكن كيف سنتصرف لتسدد ديونك التي أصبحت مثل جبل أحد بل تزيد؟ إيه، سأبيعك في سوق الرقيق. ماذا؟ رقيق؟ ألم تقل لي إن أبي تركني أمانة في عنقك؟ يا هندو، يا هندو، أنا لن أعيش لك طويلاً، فلربما اشتراك أحد السادة فيضمن لك غذاءك وطعامك وكساءك، وإنه من المحتمل جدا، ولو أنه احتمال ضعيف بل احتمال منعدم، أن يتزوجك أحد السادة فتصبحين من سادة قريش. لا يا عمي، لن أرضى أن أصبح أمة. يا هندو، لقد مضى وقت الكلام، فقد حجزت لك في المزادن اليوم، ولقد أخبرني أحد المنجمين أن بيعك سوف يبعد عني وعنك سوء الطالع. هيا بنا يا هند، لا وقت للكلام. أترضى بذلك يا عمه؟ هيا هيا يا هند. امتى صباحا يا هذا؟ يا عم عمت ولا ما عمتش، انا نفسي الاقي نقطه ميه، انا حنكي بقى حطب. يبدو عليك التعب، من اين اتيت؟ لقد اتيت مشي من الحجاز. اتيت مشي من الحجاز. يجب ان تاكل يا هذا. يا عم انك تهذي. يا سيدي انا لا افهم كلام امك، انا اريد ان ماذا هذه اللمه؟ ملمومين على ايش؟ انها مسابقة في الشعر. مسابقة في الشعر؟ شعر ايه يعني، بواريك وقصص وكده ولا ايه؟ يا عم انت ما بتردش عليا ليه؟ تدفق في البطحاء بعد تبحطلي، وقعقع في البيداء غير مزركلي، وصار بكل أركان العقيش مقرنصا، وهام بكل القارطات بشنكل. من لم يعش متعززا بسنانه سيموت موت الذل بين المعشر. لا 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 يا عم انت، ولا يا عم انت بتعرفوا على ايه؟ عمالي هفلط باي كده. افهم مما تقول انك تريد ان تتبارى معي. اتبربر معك يعني ايه؟
أشعر لنا. أشعر ده نشعر وبدل أفضل أشعر لحد ما تطلع لك شعر من صدري. يا قوم يا قوم، بعد أن سمعتموني أيها السادة، الآن ستسمعون لهذا الرجل. أنت بتسخر كده يعني؟ مش تستهزئ بيا؟ ما اسم السيد؟ اللمبي. مرة أخرى؟ اللمبي اللمبي. والآن سوف تستمعون لللمبي. اصعد يا لمبي. أيوة أنا أشعر يا لمبي. يا عم بقى خنقتنا. سمعونا سقف للحبيب النبي بقى. أسامحك لا، أغفر لك لا، أنا مش نبي ولا إله، كتير حذرتك كتير انذرتك من حسن حزنك، شفتك معاه بلاش الحاح ضمير ارتاح، دموعك دي دموع تمساح ملحوظة. لماذا دموع تمساح؟ لأن التمساح لا يبكي. خلاص أمال إيه؟ شفت بقى؟ سيدي الشاعر العظيم تعيان ولا إيه؟ من أين أتيت بهذا الشعر؟ يعني ببقى قاعد كده وبينزل عليها الوهم، فبروح كاتب المشعرة. الوهم مقبول. هل هذا من الشعر الحر؟ أكيد طبعاً. هل رونيك شعر المسلزيك؟ عذراً. اوعى تقول لي نسيت اسمي، هبص على فرتكتك وشك. لقد حفظته. ولكن ما هذا الملبس؟ هذا الملبس؟ إنه ملبس حر أكتبه ألبسه عندما أكتب الشعر. ولا إيه؟ إذن يا قوم يا قوم، إنني أعلن لكم أن الفائز بجائزة الشعر، معذرة الاسم مرة أخرى، فإن اللمبي. ولو نسيت أنا هعلم عليك. هو اللمبي اللمبي، وقد فاز بجائزة الشعر وقدرها 1000 دينار. بخن 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 بخن. هذا 1000 دينار؟ ده انا ده دينار من الكويت ب 24 جنيه مصري دلوقتي. بخن بخن. الله لا بخن بخن فعلا. بقول لك ايه، يوجد هنا مصرف صرافه. وما هي الصرافه؟ هو الشنش الشنش شنش العملات، مكتب صرافه زي اللي في ميدان لبنان، عارفه؟ نعم، إن الصرافة هي عند اليهودي. اليهودي؟ أنتوا اللي مأسسين البنوك أنتوا يا كفرة. بخن 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 بخن. مرحبا. ما هذا الشعر الجديد؟ إنه لتطور للقصيدة. بالفعل، أرأيت السجع؟ نعم نعم. ما هذا الملل؟ أكاد أفقد متعة القتال. ألا يوجد في هذه البلدة من يستطيع أن يصمد معي؟ ها؟ أريد أن أستمتع بلذة القتال. أين الرجال؟ أين الرجال؟ أكلكم نساء؟ جائزة العلاني ده ولا إيه؟ إيه يا عم؟ إيه يا عم ستوب موشن شوية؟ أنت إيه؟ لماذا أنت عامل نفسك فتوات على شوية عيال؟ ولكنك إذا لعبتني ها؟ أنا حمرمن بك الأرض دلوقتي. وطب جيم يا عم الحاج؟ ها؟ المخرج فين بقى؟ وشايفني المخرج؟ واخد المخرج؟ إيه ده؟ ده أحمد مرعي ده؟ ولا أحمد مرعي؟ لا أظنك تستطيع أن تبارزه. يا عم بارزك حتى كمان بالسلحنيك الصغنطط ده. الكاميرات فين يا ده؟ هتشوفني دلوقتي المخرج هتشوفني؟
خذ هذا. هذا ماشي. قضيت على نفسك أيها المسكين. أبو أدود الخيمة بتاعت المخرج فيه. هيا يلا هو يلا. لهجتك غريبة ولكني صعقت لك. وعملوا خدعة. شوف بص بقى، شفت بس العقاد الميزة بيبقى انتاج مكلف، شركة فرنسوية هي اللي بتنتج الفيلم. هي فين الكاميرا؟ بس برافو قوي، برافو قوي والله يا كابتن. يلا بقى عشان المخرج. يلا انا انت موت موت بقى عشان موت. نعم نعم ساموت. احسنت يا رجل، مع السلامة. فين الخيمة؟ أيوة الخيمة، الخيمة بتاعت ال مرحة مرحة. بقولك ايه، فين بقى الخيمة بتاعت المخرج الأستاذ عباس اللي قاعد فين؟ اللي هي الخيمة اللي بيقعد فيها كده وفرج على التلفزيون وهو زي ما كان شايفنا. ايه؟ فين؟ انتوا ميتين ولا ايه؟ تقدمي يا فتاة، جارية من بلاد الشام تجيد الكلام وعزف الأنغام وتفسير الأحلام وتذهب الطعام وتسهر الليل لا تنام. من سيشتري؟ 100 دينار. 100 دينار. 150 دينار. 150 دينار. 160 دينار. 160 دينار. 200 دينار. 200 دينار. إنني خائفة يا عماه. لا تخاف يا هند، لقد بيعت تلك الجارية القبيحة 200 دينار، وبالطبع أنت ستباعين بمبلغ أكبر منها. أنا لست خائفة من هذا، أنا لا أريد أن أصبح جارية. كفي عن هذا اللهو الفارغ، لقد حان دورك، عود إلى مكانك. هيا هيا. ابنة أخي أيها النخاس، جميلة فارعة بيضاء هيفاء جعداء رغداء. وده سوق الجمعة؟ دخلته بضاعة إسلامي ولا إيه؟ وده الفيلم، بس أنا حضرت تصوير الفيلم في الـ في الـ في, الـ في الجبل مع ال اقترب اقترب صناعة الشام، اقترب صناعة الشام. مع السلامة عليكم. إمتى صباحا يا هادي؟ مع السلامة. الله يعليك، نهارك أبيض إن شاء الله. ها ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ ها؟ جلبابا تريد أم سروالا أم ماذا؟ لا انا عايز يعني حته جلابيه كده، جلابيه كده اداري بيها عوراتي يعني. عندي لك ما تطلب. أيوة. ما رايك في هذا؟ ها ما رايك في هذا؟ هذا ها؟ انت ايه بتبيعه بالجلابيه اللي لابسها؟ يعني انا هاخد الراجل بالجلابيه؟ كلا كلا، ابيع هذا الجلباب فقط، اما هذا فملكي، اعرض عليه بضاعتي. ايوه من كان مانيكان. ده اسمه مانيكان، عن ده اسمه مانيكان. ده انت مختمص الشخصية، يخرب بيتك. بس هكمل معاك، ده مانيكان ده واضح انه لا يعجبك. ما رأيك في هذا؟ هذا جميل، هذا جميل، وهو ايضا صناعة الشام. صناعة فاخرة. اين انت؟ صناعة فاخرة. بدور على الكاميرا. بس انت حافظ حلو قوي. صناعة فاخرة تليق بفتى يافع مثلك. بكم هذه الستارة؟ سأبيعك إياها 10 دنانير فقط. يا عم 10 درهمين ليه؟ ده موجود في أي حتة ب2.5. انزل على السوق الموسكي أو شارع الشوارب هتلاقيه مرن على العربيات هناك. وغير كده بقى اسقط على مول طلعت حرب.
هتلاقي الدنيا هناك دولك بنكسر الاسعار تكسيره. ضيحك من هذا طلعت حرب؟ يا دي خرب بيتك، ده انت بتمثل جامد قوي، بس انا هشتغل معاك برضو. هي فين الكاميرات؟ من؟ مصعب. برافو عليك والله، برافو عليك قوي. واضح انها فعلها ابا الحكم مره اخرى، وافتتح متجرا ليبيع فيه بسعر منافس، ولكن هيهات هيهات. اسمع يا هذا، أيوه. سوف ابيعك اياها بخمسه دنانير فقط. حلو قوي، حلو قوي، ماشي، انني اوافق. ليس هذا فقط، بل عليه عمامه ايضا هديه مني له. حفظتك الآلهة. حفظتك محافظة الهدية، ده انت كده بتشتري زبونا. قل بالله علي، أيوة. من اين تلك الملابس؟ ما دي الشنسات اللي انا بقولك عليها، ده من عند مول طلعت حرب. انه جيد جدا. وتلك القلادة من طلعت حرب ايضا. دي بقى من واد اسمه سعيد قطعوده. سعيد قطعوده ده بقى خد من عنده بقى ايه احلى سلاسل واحلى هدايا. سعيد قطعه له؟ من قطع له؟ أريد أن ألبس. انتظر. أنت يا عم بالراحة يا عم علي. ما هو عبدي، عبدي ما تندمكش أبو كده، ما ممكن ربنا يكرمه وياخد دور كبير وأنت تبقى كومبيرس ووقف نفس الوقفة دي. النجوم بتتغير، خلي بالك. إنه أسود وأنا أبيض. يا عم مش بالسواد ولا بالبتاع ولا، ما ممكن يجي واحد فوشيا يجي يروح مطيرك ويركب مكانك وخلاص وركب النجومية. خليكم متواضعين مع الناس ومع الكمبيرس بالذات، هتظبطني الدي ولا امشي بقى بوشك ده؟ بكل تاكيد، بكل تاكيد، تفضل تفضل. واد يا عم الدرانيده هي معايا، بس اقيس الاول، مش يمكن تطلع ميكس مارش ولا حاجه ولا اميديان؟ في الخلف، ما اقترب يا سيد، اقترب، صناعه الشام. ايوه هنعمل بقى دي كده. ايوه انزل. ايوه اطلع تاني، بس وشك حلو قوي يا واد، والمصحف انت داير والله ربنا هيكرمك، والكلب ده هيبقى عندك بعد كده، ده هيبقى البيس بتاعك او المصحف. خلي بالك انت بس اهتم بوشك، وشك هو نعم تحس انه جاي من بعيد بس حلو، او المصحف ده ما تخافش كروز. انت رايح فين؟ داخله جوه. هتعمل ايه جوه؟ ايه ده؟ رقيتك من العين وشر سحر العين، حصنتك بالملح والمليح من كل فعل قبيح، رقيتك واسترقيتك من كل عوج ومعوج. دق يا اخويا دق وعلي الصوت، خلي السحر يموت. فانا طبعا ايه لما بيتكلم معايا رحت مديله بالمطوه بجنبه، اديته بالورده بجنبه،
وبعدين يعني اصل الاحوال اللي زي ده يا ويلي. لا يا فندم مش وقت يا بني ادم، احنا في مرايه. هجوم خالص. اوعى اوعى، انا مش لوحدي، انا معايا القوه، انا بقول لك اهو. اوعي 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 تسوي لك نفسك. اوعي الزمي حدودك واثبتي مكانك، انت كله يثبت مكانه. الله يخرب بيوتكم، ضيعتوا مستقبلي. وايه الجو اللي انتوا عاملينه ده؟ عاملين لي دخان وهلمه. ابط لي يا ابني على الناس دي كلها. خش يا ابني شوف لي يا ابني البلاغ اللي متقدم على الجثث اللي مدفونه في البيت ده. يا حضره الضابط، الجثث اللي مدفونه في البيت ده جثث ناس قرايبنا، اصل احنا ما بنحبش ندفن بره، سلو بلدنا كده. سلو ليه؟ انت منين؟ انا مش من هنا، انا من الانفوشي. وانت؟ انا حليم اللي بيعمل لك الشاي ولا سعاده الباشا. بيعملوا لي فين؟ في الاسم يا سعاده الباشا. طب ما تيجوا معايا الاسم وانا اعمل لكم الشاي بحليب. يلا حلاوه بوط لي على الناس دي كلها. كلبشها كلبشها. يلا يلا يا جدع انت. يلا يا حاج الضابط، يا حاج الضابط، احنا مظلومين. الجثث دي بنت عمتي وخالتي كلهم قرايبنا. ربنا الجثث جثثنا الجثث دي. خلاص انا وصلت لك. لا ما تعالجنيش، اتفضلي امسكها. يا كويس امسكها امسكها. ايه مش عارف ليه كده حاسس ان انا قابلتك في عصور كتير قبل كده. واني كمان من اول ما شفتك وانا قلبي اتفتح لي، قلت ايوه الواد اللبط ده. انا ما يعني انت كنت عايز انا اسكت لواد خير زيك ولا ايه؟ اموت في الادب، اموت في الجيمي. بقول لك انت بقى كلميني عن نفسك كده، انت مين؟ ها؟ اني النوعه. النوعه؟ النوعه بنت ابوها. ايوه. ساعات يخليني بنت وساعات يخليني والد. بس بيني وبينك انت ما تنفعش واد خالص. انت ما اتخلقتش غير انك تبقى ست، وست من الاخر ست الستات. ده انت عايز تعمل سندوتشات. وعايز اسالك على حاجه كده، بما انك انت هنا دايسه السنجريه يعني ورمل اسكندريه يعني. قول يا اخويا. انت ما تعرفيش حد هنا اسمه عم حريسه؟ حريسه؟ ايوه. هو سالف منك حاجه ولا؟ سالف مني حاجه؟ كلمه دي خطر قوي على فكره. سالف مني بقى انت عارفه عم هريسه؟ فين عم هريسه؟ لا انا ما اعرفوش، بس يمكن ابويا يعرف. طب ابوك فين دلوقتي؟ لا فين؟ سبقني على الشغل. ايوه. طب والشغل بيشتغل ايه انت؟ في كازينو القط الاسود. انت بتشتغلي مدربه سنود واسود ولا ايه؟ لا يا اموت في القعده، اموت في الشامي. يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي. يا ليلي يا ليلي يا رقص يا واد رقص.
أنا لأضرب الرمل والصوانة على راسي، يمكن على الله يرق قلبي كلاسي، يمكن على الله. يمكن على الله، يمكن على الله يرق قلبي كالقاسي، وشعرك حني بيه بالزبدة ودانتي، وده شعرك حني وشعرك حني بالزبدة ودانتي، وده شعرك حني بالزبدة ودانتي، وده شعرك حني بالزبدة ودانتي، وده شعرك حني بالزبدة. شرحلك من ساعة ما شفتك حسيت انك انت راجل جدع. الله، انت ايه يا عم الحاج الحكاية؟ انت كنت شو تطلع لي في حتة ولا ايه؟ اصلا انا عارف حكايتك وحكاية هريسة. لو النبي اعرفها منين حكاية هريسة؟ بنتي. بنتك مين؟ النوعة. لو النبي انت تبقى ابو النوعة؟ تمام ابو النوعة، تعال معايا بقى وانا هقول لك على كل حاجة. يلا ها تعال. شايف هذا أمن إنه الرجل ده مش عارف مين. واخد بالك يا لمبي؟ علي النعمة واخد بالي، والله واخد بالي. يظهر إنك أنت بقالك كتير قوي من بدري مش واخد بالك. يا عم والله واخد بالي، من طلعت رجب وأنا واخد بالي. يابا سيبه بقى ما تشغلهاش عليه. أنت عايز من اللي جابوني أنا إيه في القعدة دي اللي أنا عطنت فيها؟ أنا عاوزك تتجوز البت دي، أصلك أنت باين عليك إنك أنت جدع من الحكايات اللي هي حكيتها لي. يابا ما يصح. شوف الدلع، يابا ما يصحش وهي رمياها عليا. لطيف لطيف جميل. أنا كده هننفذ الشرط اللي احنا اتفقنا عليه كده بقى، يبقى انت البكية عليك انت بقى. في ايه؟ في الحاجات التانية اللي انت قلت لي عليها، جوز النوعة؟ اقول لك مكاننا هريسة فين؟ اخد 10% من الكنز وتوافق اجيب لك المأذون من برا. خلاص خلاص هقول ايه؟ انا موافق طبعا، اوافق وابصم كمان. انا مالي ايدي كويس من اللي انا بقوله، عارف ليه؟ ليه بقى؟ لأن هريسة يبقى أخويا بس من أم تانية. لقيت يعني؟ محدش يعرف مكانه في العالم إلا أنا. يابا ما تقوله من غير ما يتجوز، جايز الجدع ملوش غرض في الجواز، ممكن يكون في واحدة تانية. يا واد يا واد، أنا
لو لفيت الدنيا دي كلها في سجارتين مش على ضفرك. والله جاي وشعري يا ألف مرحب، نكد على نفسه وما جاش، نروح نشوفوا حظنا مع اللي بيدوبوا في دباديب رجلينا. طب خلي حد يهوب كده ناحية دباديب رجليك وهتشوف هيحصل له ايه. أموت في الآدم، أموت في الجلي. بس بص بقى والنبي، أنا عندي بس حتة بروبليمة صغيرة كده. اتفضل. أنا سيد الرجالة، يعني الإنباوي ودم حامي وسخن ومصنع الرجالة، وما أقبلش إن مراتي ترقص في كباريه بالليل. أموت في الآدم، أرقص الصبح بس. اسم أنانس، اسم أنانا، اسم أنانس. صباح الخير يا سيد الناس وتاج راسهم. صباح الخير يا أحلى أحلى أنواع موجودة في الدنيا كلها. بسم الله. أنا مش مصدق نفسي، ده أنا كل شوية أصحى من النوم ألاقيك جنبي، أتنفط كده وأتفزع، أقول مين ده؟ أنا اتشقيت ولا إيه؟ أقول يا فضحتك يا أنوعة، افتكر ان انا اتجوزت. انام اشوفك اتفزع، انام اشوفك اتفزع. حسيت بيا؟ لا والله ما كنت حاسس، لان انا كان عندي وانا نايم جنبك بتفزع كان عندي كبوس. كبوس؟ كان كبوس وحش قوي قوي. والله كنت طول الليل عمال اتضرب بالقلم على وشي طول الليل وانا نايم. طب وبعدين؟ ولا قبلين فتحت عينيا لقيت اخر قلم نازل عليا من الكبوس دراعك، هو نازل على خدي. فزع حضرتك كان نازل عليا انا. يقطعني خلاص، ابقى اربطني وانا نايمه. ليه يا بنت؟ ليه الميول اللي انت فيها دي؟ اموت في الادب، اموت في الجلي. اتجوز نعجه. صباح الخير يا لمبي. ده صباح الزفت ده الصبح. لمبي. صباح الخير يا حنايا. تعالى يابا. تعالى يا حبيبي. يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا. ما شاء الله، ابوك بقى كوكب الشرق جاي بالصحيح. صباح الخير يا بقى النوعة. صباح النور. ايه بقى فين بقى؟ انت قلت لي هريسة بعد جوازي من النوعة على طهر وشدد على هريسة، فين هريسة بقى؟ هريسة ده ايه؟ الهريسة ده ايه؟ هريسة اللي انت قلت لي ان من امك الافريقية ده ولا الفلبينية؟ منين؟ انا قلت الكلام ده؟ ايوه قلت الكلام ده. لا ما حصلش، ده انا حتى كمان معطوح من شجرة، ده انا حتى كمان ملياش لا ام ولا اب. جاية يا ابا انت قلت الكلام ده؟ انت بتحاميله يا بنت انت ولا ايه؟ يا بنت ال... لا عندك اوعى تغلط. يا بنت انت بتكلم ابوك كده ليه؟ وابوك ده ولا مجراه؟ ابوه. استنى انت يا لمبي، هو انا ماليش راجل يحميني ولا ايه؟ بلاش جسمه كفايه اسمه. ايه يا عبد الحاج؟ ايه هي صحيح بلاش راجل يحميها ولا ايه؟ انا ممكن اعملها معاكم بص واعمل الصح ومن الاخر، بس اللي مثبتني ومفكسني الطربوش اللي على دماغك ده اللي بيمثل قيمه من المصريين. مصر مش بالطربوش يا لمبي، وادي الطربوش. على فكره انت كده بتغلط في المصريين. من فضلك لبسني الطربوش. تعال اتفضل. حلو كده؟ امال يلا بقى، انت قلبت بتاع زلابيا كده، طلعني العريس على طول كده. انا عرفت انك انت راجل وتقدر تحمي بنتي بعد ما اديتني الطربوش. امال ايه؟ مش قلت لك يا ما؟ يا ولاد انتوا عاملين عليا مسلسل. يلا بقى فين هريسه اللي خلاص؟ فوق فوق مات من غير ما اعرف السر. بقول لك ايه؟ هو ده فعلا يعني ابوك بجد؟ يعني ابوك يعرفه بجد ولا اي كلام؟ طبعا بجد، ده عم هريسه والنبي. طب يلا بينا. يلا. ايه ده؟ انت داخله هتعملي له نمره هترقصي؟ ما تستنى تجمدي يا بنت، انت ايه؟ توقف مع الراجل مش صباح البشير. بتغير عليا يا لمبي. امال ما كنتش غير عليك، انا غير على مين يعني؟ اموت في الادب، اموت في الشلي. يلا بنت بقى، يلا بقى. حيت اتنين تلات هوب، حيت اتنين تلات هوب، حيت اتنين تلات هوب. معتدين مرش. لا بخد ايوه كده استرجل يا بنت. صباح الخير يا عم هريسه. صباح الخير يا النوعة. من ده؟ ده جوزي اللمبي. جوزك؟ أمال بيبصلي كده ليه؟ سيبه بس عايز يتأكد من حاجة. خلق الناطق أبويا الله يرحمه. أنت عم هريسة؟
لو انت ابن حد متديانه فانا مش هريسه. طب لو انا مش ابن حد متديانه ابقاني هريسه. هو اللي انت بتدور عليه. انت مين؟ انا اللمبي. اللمبي؟ ايوه. يا رب انا سمعت الاسم ده فين قبل كده. جرى يا عم هريسه، ما انا لسه قايلك ان جوزي اللمبي. جرى يا بنت ما تبخش فيه. الله. اموت في الادب، اموت في الجلي. هقول ان بابا عم هريسه. ممكن اكون سمعت الاسم ده في حته كده ولا كده، او بشاره قالها الطالع. ايوه. لا شوف بقى الطالع بقى واطلع معايا واحده واحده، وخلي بالك وانت طالع لا تقع. ايوه الدبانة الحمراء. يبقى انت حفيدي اللي هيعرف عن طريق مكان الكنز، وانا في النزع الاخير. ايوه حفيدي. جدو قريبي، قولي بقى مكان الكنز فين. ما قلنا الوصية بتقول ان انا لازم ابقى في النزع الاخير. مستعجل ليه؟ كنزك موجود. ايوه كان صحيح حكاية الكنز يا لمبي. امال ايه بقى، جوزك خنتاريش ولا ايه؟ ايوه النوعه. ايوه صحيح الكنز حقيقي، واحد اتهني بيه انت واللمبي حفيدي. حبيبي يا جدي يا قريبي. يلا بقى الدقلك في الطاسة بقى، وخلص على نفسك بقى عشان عرفنا كان الكنز. ارمي نفسك من فوق السطح بتاع البلوك. الوالع في نفسك هو من اي حاجة فضحي سبيلنا. حفيدك يسعد هو الله النوعة. قل يا بنت اقصى عليك يا لمبي، عايز تموتني قبل اجل ما يجي. اهون عليك برضو، ده انا برضو جدك. اصبر شويه. ما تزعلش يا عم هيسه، خلاص موت على راحته. طب ايه بنت الكلام اللي يموت على راحته؟ احنا فاضيين للكلام ده. اقف عادل. اموت في الادب، اموت في الشلي. وارجوك استحلفك بالغياب الغالي عندك، تدليني المره دي على مكان الكنز بجد. انا تعبت تعبت خالص. بالراحه علي، سيبنا موت واحده واحده. واحدة واحدة يا عم هريسة كده، هيبقى خانقة وكتير قوي بصراحة بقى. أنا تعبت يا عم هريسة بقى، قال لي موت واحدة واحدة. ما تاخدها ماشي أحسن بدل ما تموت واحدة واحدة. مع السلامة عليكم. أما تموت بقى ابعت لي. استنى يا حفيدي. إيه؟ ما دام طلعنا قرايب ما ينفعش أموت وأنا جعان. ما تعملوا لي طبق طبيخ ولا صينية صيادية. على فكرة أنتوا كلكم سحنة واحدة في قلب العصور اللي أنا شفتكم فيها. كل الخلق واحدة. ونفس الغيتاتا على فكرة، نفس السئالة، ودماغ ما فيش. واضح ان العيلة الهريسية دي عيلة من قبل تاريخ التاريخ. اه مع السلامة عليك. اه يا كبدي. ايه اللي حصل تاني؟ اه يا كبدي. ايوه يلا بقى. يا رب تموت. يا رب تموت يا جدي. يا رب قلبك يقف. قرب مني اهو. نفس الريحة. ريحة مين؟ ريحة بلطية. بلطية؟ بلطية مين؟ بلطية العايمة. بلطية العايمة؟ وانت بتحب عبلة كامل ولا ايه؟ احيه. احيه مين عبليك؟ مين وحيه الكاملة دي؟ بلطية العايمة. أيوة. ستك. ست اسمها بلطية العايمة؟ ايوه. غرقانة دي ولا ايه؟ ولا هي إيه اسمها كده؟ احلى قصة حب في المكسيك كلها. لو نبي كنا نقعد على بير مسعود. ايوه. هي تغطس غطسايه. ايوه. وتطلع قرش. ايوه. وانا اغطس غطسايه. ايوه. واطلع قرش. ايوه. ونحط القرش على القرش. وتقعدوا تضربوا طول الليل مع فحميتين، صح؟ مش كده ولا ايه؟ احيه. احيه يا عم، عيب الجمله اللي انت بتقولها دي اللي بتاعت حريم. كنا بنكون نفسنا. ايوه قرش على قرش يعني. ايوه ايوه. ومره في ذات الايام. ايوه. غطست الغطسه وما طلعتش تاني. نعم النبي. ريحتها جت. ايوه جت فين؟ انا جاي لك يا بلطيه. لا اوعى تغطس، اوعى تغطس. بلطيه انا جاي لك اهو. استنى يا عم، هي بتشدك ولا ايه؟ بلطيه عم هريس استنى، قولي على الكنز قبل ما تنزل وتكتم نفسك. استنى، لا قولي على الكنز، قولي على الكنز، قولي على الكنز الاول. قول ماشي. ايوه ايه ده؟ ده بقى عبيط قبل ما يموت. والكبر ما بيموت. يا لهوي مات؟ اه مات طبعا. يا لهوي يا هضبة افندي. يا رجالة هريس ابو الليف بيخلص خلاص، وعنده جدع اسمه اللمبي والبت قنوعة، وشكله هيموت دلوقتي اهو. هنسيبه هريس هيموت كده بسهولة من غير ما يقول لنا على مكان الكنز فين؟
ايوه يا جدعان، وهنعملوا ايه دلوقتي؟ القضاء فين؟ الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا مصر، اللي بتحببه دي وقعت البوظة. ايه دي يا هدم افندي؟ لا مؤاخذة خواجة، عندي انا دي، عندي الحساب كله. يلا بينا يا رجالة. عارف ايه؟ ربنا ينتقم منكم، إليه سوقت رمي يكون أعمى ويقفكم مرة واحدة على هريسة وهو بيعترف بالكنز للمبي. يلا بينا. هو ده ده صحي يا بنت، ده ده العلامة بتاعت ال هو هناك اهو. هو يا بنت اهي. ايوه المفتاح. ايه ده؟ اسمع طالع، انتوا جيتوا؟ قال لك فين الكنز؟ سد انتوا ولاد حلال. انت ومصحف ولاد حلال، لان هو لسه واخد الدواء بتاع السد دلوقتي، وقال قبل ان انام شويه واصحى يودوكوا على الكنز، بس تكونوا انتوا جيتوا يعني. مش كده يا بنت؟ انا شفته والله. لا بقولك اتفضل اتفضل. مين انا؟ اهو قاعد هنا يا ماما. يعني هناخد الكنز يعني؟ انت هتاخده هتاخده. خش خش خش. ربنا يخليك. يلا يا حبيبي يلا. قول بقى. اهو هيصحى دلوقتي. يلا يا بنت يلا يا نور. يلا يا لم. ايه بس عايز فين يا اولاد؟ يا عم حاسب يا عم. ايه ده؟ ابوك ده ولا ايه؟ ابويا يا ناوي يا حبيبي يا ابا، انا ماليش غيره. معلش معلش هنشوف له حل، هيفوق دلوقتي. طب انا محتاره دلوقتي بين جوزي وابويا. جوزك طبعا الشرع بيقول كده في اليوم ده. لا مؤاخذه يابا. يلا معلش. انا رجعت ليه؟ يلا ما حدش هيجيبه غيري. هات النينه. بص بقى دلوقتي، انا غصب عني لازم اسيبك وامشي، في ديانه ورايا وانا. هتسيبني يا لمبي؟ ما ينفعش الديانه ورايا، هقابلك اكيد هقابلك. هترجع؟ والله هرجع، هرجع لكم كلكم مش ليك لوحدك. بص الباب ده احتمال الاقيك انت وراه. خلي بالك من نفسك يا نوع. ايه الكلام الغريب ده يا لمبي؟ يا لمبي انت يا دي الليل والنهار اللي بتنايم وقع فيه. كنت فين يا لمبي؟ تيخة حبيبي. انا رجعت يا يا عبد الله. على السلامة. الله يسلمك يا تيخة. ايه ده يا عبد فرح من ده يا؟ وده وقت يا لمبي وقت هزار يا جدع. ده الفرح متسوم وبسبوسة مستنياك والكوشة وكله مبروك يا جدع. ده والنبي ده فرح انا؟ ايوه. يا ليلي 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 يا ليلي
الصوت متهني عصر للصبح وغني ما وش الساعة هي دي اللي انا هتجوزها هي دي اللي انا كنت عايزها وحتبقى مرتي وانا جوزها ونعد ببعض احلى ريمشي واحلى عيون حد يلحقني بمأذون احلى ريمشي واحلى عيون احلى عيون حد يلحقني بمأذون جهزت الترطة ايوه حضرت الفتة ايوه حمرت البطة ايوه بلغت الشرطة ايوه يمو منى هتمنى يمو علي هتعلي يعني نرقد والكل يبيض يمو رضا هتردى يمو علا هتعلى تفقس وتجيب كتاكيت اسحل الندى بلدنا السيدة صباح الخير يا بسبوسة صباحية مباركة يا جزيد شوفت مش انا قلت لك انا اعمل ايه قال قولي يا لمبي قولي يا عنون اللمبي انت كنت فين الشهر اللي فات ده ده هو انا كنت شهر اه لو نادي ورجعت ايد ورا وايد قدام واهل الحته قالوا انك لقيت الكنز وانا لا شايفه لا كنزي ولا كنز لا ده كنز ولا كنز اه كنت فين يا لم ايه يا بت الله يا ساتر انت ما بتمرش فيك حاجه ابدا افتكري لي حاجه من ساعتين الله لقيت الكنز لقيت الكنز اه امال ايه فين اقول لك يا ست انا بعد ما سبتك في قلب المدفن فتحت الباب ببص كده في وش بيتنا لقيت الكنز لا ما لقيتش الكنز بمشي شوية هوب ببص كده قلت ايه ده؟ ده مفيش كنز رحت ماشي تاني فضلت امشي لحد ما لقيت بقى الباب فتحت الباب بقى هو ده بقى ما لقيتش برضك الكنز قلت الله وبعدين بندح بعيني كده وانا جاي كده فلقيت لك حتى الباب قلت بس هو ده رحت ضرب المفتاح فتح ما عايز ضايع ما انا عطشان انا حنك ماشي طب انا عايز اقول لك طب بوس ميه ايه ده الحمد لله يا رب ايه ده ده بانه يكونش ده الفانوس السحري بتاع الناصر صلاح الدين الايوبي الوديعة دي سبيك ساسات ساسات أحب أمي مع هذه الحاجات زي كده ما أحب بس هما مش كانوا ثلاثة أي عفريت بيطلع من الفنوس بيقول لك ثلاثة أنت ليه واحدة هو ترى ما أحب بس يا مطلوب وخلص يا أخبار لا طب على إيه الوش ده لازم يتطبق وتحط في قلب المصباح تاني ارجع المصباح يا حبار تبطل في مية يا واد يا حبار ما